يا هلا والله يا بش، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يوم جديد وفيديو جديد، لا تنسونا من اللايك. ما مشترك بالقناة، شوفوا التعب خطيه من ابن عمي. والله خطيه، هلا انزل تعرف شو قد مطير، تشومه بالشمس بين ما ادري. لا يلا شيت وياهم شيت لك. لا ايه هسه انت تمام. هذا شوف تارس الجو موتني. هذا اني اذا ثبت بيه تدرون بيه عندي جدد بشاف واحد الطير قفله جلب. طبعا الزواج لا خلت احلى برج اللوت بي جدد، جبت بي جدد ما اقدر افتحه. هذا خلي روح. خير روح اسوي اشوف الماي وروح فيش. راح للبرج. يلا للماي. اي شاف الماي؟ ابلع موتتني والله. جاي ثبت بذن تدرون عدي جدد، هذين جاي ثبت بين بالحسين خطن ويا ويجن عود جدد خطن ويا ويجن. انا اقول بعد ما يجن على هاي الجوقه مالتي وموتني، وسحبن هذا من عده وجابني. وهذا الحلو مالني شوفوا بعده مخلف، وانا ادور على مخاليف. انت وين كنت انت؟ شوف ناخذ له صوره بتصير عدل ولاد. ابلع حتى ما عاد ما تعيد هي موتني. والحسين اذني خوف جدا جاي يثبت بيهن ماكو. هذا وين؟ هذا المخلف وين راح؟ خاف جوا بالقفص، لان طبن مجموعه بالقفص. يا اخي ماكو يروح يمه يخبط هناك ويجي بس يخبط وياه. موتني هذا الذني مالاتي بعدهن جدد وجاي اطير بيهن. انا اقول اخاف يرحل لي. خلي افتح الباب اللي بغي له راسي. يلا روح وين المخلف؟ هذا بعده شاد يروح يخبط وياه ويجي. وهذن طيور بعدهن جدد جاي اثبت بيهن انا. انت شبيك بس شوفنا طير مشيت احسن لك هيجي. خليه يجي اضحك علي. انا طياب والله مو مال طياب. شنو اضحك علي شوي؟ صعدت توني قاعد من النوم، قلت خل اصعد على في الحمام بوي بس لا تطير. شوفوها هاي مو من ملات القديمات. لا مو من ملات القديمات هاي، لان ملات القديمات البعتن كلهن هالسينهن كلهن، وانا اعرف ملات القديمات ما بيهن وحده هيجي. هذن البعثي شباب البغدادي شوفوها. انا اعرف الملات القديمات كلهن هالسينهن. عطشانه هي عطشانه الطياره. شوفوا على الماي تريد تشرب ماي. يا الله بس تنقضها بيا اخي مستاهل هاي. هاي مو هي جوعان عطشانة طيارة عطشانة. وقفت يم الباب تريد ماي. ملكتها شوف هاي الطاسة الطيارة تحاجيلها مقصوص. انا ما عندي وحدة كلاش هي مقصوص تحاجيل. شوفوا هي شافت الماي تريد ماي هسي. خلي ارقعها بشقف راح اذب علف يمها. هي مو صير خبصه يمها ارقعها بشقر. طيور امس قلت لاخوي علفهن حلو وما عالفهن. شوفوا شلون جوعانات.
راح اذبلها شقه. شنو اذبلها شقه؟ والله عاد ليش شوف هاي شيك فناري هاي صديقي يا افتح عمي كله خطط ذبيت العلف يم الشقف يم هي وشقفها شني كله تدريسات هاي شوفوها خلنا نطلعها لكم هاي الطيارة شوفوها مو مالتي ما كان وحدة عندي هي كانة ما كانت عندي وحدة مو مالتي شوفوها بس والله حلو ما شاء الله بس هي مو مالتي خلي علف الحمام بس ما عالفهن امس كله ما عالفهن خلي علفهن وارجع هسيتم هالايام جاي تلاحظون شيء لان هالايام جاي الصيد هسه صدنا هذا المخلف وصدنا هذا التار هذا التار يمكن له اليوم باكر يلا افكه هذا التار طلع المخلف مو لابن عمي انا عبالي لابن عمي بس طلع مو الي بس هالايام جاي الصيد هسه اليوم قضينا هذا البغدادي زين جاي الصيد هالايام بس هسه انا الشغله اللي معجبتني الارفليه بيضت وما جاي تنام على بيضاتها شنو السبب ما ادري السبب شنو ما تدري بيضت نامت اول يوم على البيضه هو انا من جبتهن قال هذا صاحبهن قال البيضه ترى عندي بيضه مو صاحبهن صاحبي جابهن قال بيضا ترى عندي بيضة حدقين حلات خاف بيضا شو بيضة هسه ما جاي تنام على البيضة ما ادري شبيه والله مقرر اشيل البيضة واكسرها بل كتر ادنا بيضا من جديد خليها يومين هيك اذا ما بي... ما ضلت تنام على البيضة اكل البيضة واكسرها خلي ردنا بيضا من جديد حلو شوف الماي حاطه الهن عود الشربن بيه سبحان اليوم اذا سبحن اليوم العصر اذا كظهن التور كلهن سبحن حتى باكر اطيرهم مطيار قوي بعد ما اخاف عليهم يريد يروح خيروح باكر انش النشا قويه الزواجي او هاي الثيباره طايحه مالتهن يا الله انا حرك بالزواج الحيره هاي الثيباره شوفوها طايحه من جديد مشكلة زواجي ما ادري ايش راح اقرر اللو تنباع اليوم العصر يجون ياخذونه ان شاء الله كله انباع مو كله جبت هذني جدد هذني واحد هذا جديد وينه بعد الجديد وين الجدد وينهن هذاك جديد المسبوق هذني اثنين في حلة وهذا واحد أذن ثلاثة تنفحلي فطيور زينات وراح أجيبهم بعد يمكن ثلاثة هم زينات أو اثنين وخليهم خمسة ستة بس أخليكم تتونسون علينا طيور قويات حلو طيور قويات مال مطيار أحسن من جوجا ويعني هنا هذين هم خوش طيور بس أحسن من جوجا وطيرة منها وحطها هنا حلو فأذن تم البيع إن شاء الله أذن ثلاثة ظلن وراح أجيب لكم بعد اثنين وأنسكم عليهم يا صلاة محمد دق غربة دق 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 ما شاء الله شوفوا هذه والله ما أعرفه ما ميزته من التور مالاتي تدرون شلون أنا الطيور كلها مقرصة الراسة زرقة هذا التار شوفوا صلوات على محمد دق غربة أكو أرفل هنا جاي فتر بس لا من مالاتي طافر 2 4 6 8 10 لا مالاتي كاملات شوفوا هذا التار خرب ان علف ماكو هسه شلون علف مخلص قلت العصر اروح اجيبه خرب حظي هذا بس خاف يطفر اذا شكفه شلون تتراهم وياه هسه هذه والله شوف نفس التور مالاتي عبالي مالي نوب شفته ما عنده قراصه ذاك شوفوا
هو طير جوعان، رحت جبت له علف من مولات اخوي من جوا من التور جوا. شوفوا طير جوعان، طير جوعان شو يركض ويا الحمام. راح هذا صيد مو شيء، راح نصاد. يلا لا يطفر، لا يطفر على كيفك ويا. يلا شمو الحمام جاياك، ايش فيك بعد؟ ايه 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 ولك هذا الباب هذه. يلا يلا علي وياك. ايه ايه ولك ايه يلا. ايش قد صارن؟ ثلاثة صيد اليوم. هذا الصيد، هذا الصيد الثالث. عمي بس خلي اخذ له صورة شوية، هو نيتشر. شوف شلون القراصات تفيد عمي، القراصات تفيد والله، تفيد والله. ما تدرون كان بالقفص، كان بالقفص من صعدت الحمام عبالي راح ادبلهن علف، فهنا طلعا كلهن طلعا وهو طلع ويان. هذا شنو هذا غريب. حط 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 يا علي يا علي. لا اقطع له جيراني، حط له لا خرب اني بالله. وين حط هذا؟ وين حط؟ والله ما ادري وين حط. فيني اجى الموسم صلوات على محمد، دق غربه دق غربه دق. بس هذا خلي اشوفه وين راح. لا طلع التور عمي، لا طلعنا وسد الباب. شايف الغربه برا ماكو هيك، دق غربه هذا الصيد. شوفوه هذا طلعته شكلته وحطيت له قراصه، لان التور كله شاب ما شاء الله. والله عبالي واحد من مالاتنا كان بالقفص وما ادري بيه. يلا هذا يمكن حاط على جيراننا، لان ما طلع قبل. حاط على جيراننا ما طلع قبل، طاح بالسطح يمكن جوا. امسح الكاميرا. اي هسه شنو كان كله وصخ هاي من صدت الطير هسه. يا الله بلكت الله هسه بعد اصعد الجالي تاي وارفلي، وانا صعدت لا مود الارفلي ما ادري وين حطه، هنا طاح الارفلي. بس هسه الارفل ما اقدر اطلعهن، لان شو اسمه هاي البغدادية صيد وياهن ما اقدر فيني ضل يتسحق. يلا انباعن الحمام، بعتهن كلهن، عرضتهن على البيع. هذا اللي جدد، هذا المقلم، وهذه وهذه ان شاء الله بس ذا راح يبقى، وهذه الازرق هذا شوفوه، وهاي لا هاي، وهاي وهذا الاسود. هذن اللي في حله راح يطيرن عندي. هذن اللي في حله خمسه، بس خمسه راح اونسكم عليهن ونسي ما صايره، بس خل اثبت بيهن. حلو ان شاء الله. وهاي النسي هم خل اذبها وياهن، لو ما اريد اذبها وياهن لا تزوج. هي هاي اعطوني اياها ببلاش، حلو اعطوني اياها ببلاش هاي. هاي طونياها ببلاش، هاي النفي هاي ما تطير بالبيت، هنا ما تطير بالبيوت مال المحاكا. حلو يعني اذا طير بالبيت تشرد، لان ما المتعوده بس على المحاكر. وهذا ان الخمسه ان شاء الله نونسكم عليهن. بس ذن الخمسه راح اخليهن، طيور كلهن زينات ومال المطيار قويات، كلش قويات ذني. ان شاء الله نطيرهن ونشوف خيرهن. بالجو بدا يبرد هسه، باردي تقص حتى شوف الحمام، يعني مو باردة كلش كلش زين، شوية بيها برودة بس بردة جاي تبرد، جو جاي يبرد. حلو فمنه ورايح راح تبدأ الونسة ان شاء الله. فالتور راح اطيرها، حلو راح اطير التور. هذا النشقاد واحد مية يولي. شوفوا هسه انا الماحط لايك خي خليه،
ان ما حاط لايك لحد هسه حط لايك ما راح تخسر شيء. تعالوا سمعوا هاي السالفه، انا ايش قد جبت كم زوج؟ 5 تور، جبت 5 زواج حلو، ايش قد؟ 10، وعندي 2 12، وعندي 2 جبت وياهن يعني وراهن جبتهن 2 زوج، قد صارن؟ صارن 14 حلو، ف 14 و6 3 17 راح من واحد من ذني حلو، القصة صارن 16. هسه ذني جاي احسبهن 8 يعني رايح واحد من عدن، احسب الطيور 16 اللي رأيت له هذا يعني ما رايح واحد، بس هو رايح واحد من ذني، هذن هسه شوفون بس 8. اريد اطيح بالعلة وين ما ادري، ما جاي اطيح بالعلة. هسه ذني بس الصيد، ماكو وياهن واحد جديد، هذني شوفوهن جوه بس الصيد، 1 2 3 شلون صارت ما تدري. يلا وين الشقافة؟ خلنا نطيرهن بعد منا رايح، حتى اللي يريد يروح خيره، راح اطيرهم مطير قوي بعد جاي الشتاء شاشتاني بيهم بعد اذن التور. ولا هنا ثبتن صاحن كم شقافة وين هذني اللي قلتوا طيارتين ونزلن، بس 2 نزلن هنا حطن على هاي البيتونة، هسه نزلن. المشكلة شنو المشكلة بعدهن؟ يعني جناحاتهن يا جناحاتهن بعدهم ما مبدلات بالعواشر، جاي بدل الريش يعني ما جاي يقدرن يطيرن، وعندك ذيولتهن بيهن مهلسات. فالغربة الغربة صلى على محمد الغربة، هسه بالجو متروس يورا الدمطارة. يا هسه نزلن الغربة الجو متروس بس بالعالي ما يرضى اني نزلن. وين شوفوا التار نزلته يا الله، شوفوا هذا على اليسار اللي ببحده تاري موت يموت عيون سود، شوفوه ناب علف مخلص بيش انزله نار مصيبة. هذا الصيد حتى شوفوني جاي اشكل شيني بيمن باللوت، هاي شكلتها جناح واحد، هاي جناحين وهاي جناحين، شوف شلون قلب الموبايل. وبعدني هاي جاي شوف هاي مخنشرة من البرد، هلو اذا اروح اجيب لهن علاج مال تخنشر مال برد، اجيب لهن شوف تنفسية فتشي. وهذا التار هذا كضيته قشيم حلو كلش حلو، شوفوش حالاته يا الله حتى تايهت الدنيا كلها من شفتاني. نوب التور هذن جدد ملاتي طيارتين 3 ما ادري 3 يمكن طاحن على تشينكو الاحمر، بعدهن مو ذيولته النسل وجناحات النسل جاي طيحن. وهذا التار حلو، هسه خل اكمل هسه نوب اكمل شكل اللوت حلو. هذا النتور يلا يوم نعمة اجى الموسم حلو وبدأ الصيد يشتغل، وصيد 4 اليوم نعمة، مو اليوم هي صار لي يومين صيد 4 نعمة حلو. هذا ان الارعاف الهم نشوف ما بيضات، هسه انا بيضة بيضة واحدة بس ما جاي نامن علي ما شنو المشكلة. هاي البيضة شوفوها بس هسه اللي قل لي او على كيفك تو بيضت بعد ما تنام عليها، لا صار 3 ايام مبيضتي، اول ما جبتها يوم ثاني بيضا 3 ايام ما 4 صالحين. يلا على كل هذن الطيور هذن التور حلو. ها حتى طلعتين القنطاره مالت الماي مال شو اسمه انها هسه كاملات ما بيه نقص التور عدي اياها، واذا فكنا هسه فك اشكالي افكن هذا المخلف اي بس المخلف، وهذا وينه وهذاك هذن الاثنين هسه فك اشكالهن حلو. ها هذن الزواجي والطيور لهنا وصلنا وياكم نهاية الفيديو، ما حاط لايك احط، ما مشترك بالقناة يشترك، شو الثاني يعني لحد هسه ما حاط لايك وما مشترك بالقناة وما معلق تعليق حلو. شوفكم فيديو ثاني وجود باي.